المواسم كلها. ولما بيكون في يعني في نقطة مهمة جدا كابتن محمد يوسف تحدث عنها في الخبر، ان المدير الفني الاجنبي لما هيجي يخش، احنا معنا على الهاتف الباشمهندس عدلي القيعي طبعا، يعني هنقول بقى باشمهندس الصفقات وفي نفس الوقت واحد من النجوم اللي موجودين معانا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا باشمهندس وكل سنه وحضرتك طيب. مساء النور وحضرتك والساده المشاهدين كلكم خير يا رب. كنت عايز اخد راي حضرتك في الاول عن اجتماع كابتن محمود الخطيب في قناه النادي الاهلي بالامس والحوار عن التطوير، راي حضرتك في هذا الامر. بالتاكيد ان في ملفات كتير جدا ويتم حلها تباعهم، يعني كابتن خطيب بعد ما خلص الرعايه ثم البث وكان في نفس الوقت بيعمل على استقرار القناه وتطويرها، قدوم واحد بقيمه وخبره وقامه واحترام الاستاذ خالد توحيد هيكون اضافه باذن الله. لكن اللي انا عايز اقوله للناس كلها، يا جماعه احنا مش في سبق، يا جماعه احنا ناس بتعمل الصح وبتاخد وقتها في الدراسه، وباذن الله اعرفوا ان كل شيء هيكون على ما يرام، لان الكل بيعمل لصالح النادي الاهلي ولا يدخر جهدا. وكل الاسماء التي تم اضافتها سواء في الكوره في التسويق في التعاقدات في القناه هي اسماء جديره بانها تضيف وتطور وتدفع بالتفاؤل باذن الله. طيب باشمهندس، حضرتك النهارده كان في اجتماع للجنه الكوره وملف قائمه الموسم الجديد وبعض الملفات اللي بتدرس جيدا من اجل الموسم المقبل، عايز اعرف من حضرتك يعني كان الجلسه اليوم فيها ايه من تحديد المهام؟ خلي بالك ان الكوره لا ينقص الان الا المدير الفني والذي بحضوره تنطلق جميع الملفات وبعض الامور العالقه. نعم. يعني لازم بعد ما يطلع على القائمه، يطلع على الموجود، يطلع على الناشئين، هيبتدي يقول محتاج دعم ولا مش محتاج دعم، واذا كان عايز دعم هيبقى من الناشئين ولا من بره، هيبتدي يطرح عليه كل الاسماء اللي كنا مرشحينها قبل كده. فالمساله يا جماعه ثاني عشان نشتغل صح مش محتاجين لضغط ان كل يوم عايزين خبر، لكن اقتربت الامور باذن الله الى اتجاه الحسم وكل شيء هيبقى تمام التمام دون الدخول في تفاصيل مش وقتها. طيب باشمهندس، بدون الدخول في تفاصيل التعاقد مع المدير الفني اللي الناس كلها بتسال من هو، على اي اسس بيتم التعاقد على مدير فني اجنبي للنادي الاهلي؟ لان بعض الناس بتقول احنا عايزين مدير فني يكون اسمه فقط، بعض الناس بتتكلم ان النادي الاهلي تاخر في التعاقد مع مدير فني، فحابب من حضرتك توضح لنا. مين اللي بيحدد تاخر او ما تاخرش؟ يعني تاخرنا ليه؟ يعني هو احنا ايه الحوجه اللي تخلينا احنا دلوقتي الدوري متوقف ولسه كاس العالم لم يبدا. نعم. ولم يبدا الموسم الجديد الا بعد كاس العالم. نعم. الوقت فيه من المتسع ان احنا نختار صح، مفيش داعي ان احنا نبقى تحت ضغط الوقت ولا الظروف، وفي نفس الوقت لازم نفهم ان احنا المدير الفني او عدلك. انا طبعا السي في مهم جدا. نعم. لكن الشخصيه ايضا مهمه جدا. نعم. قدرته على التعامل مع الازمات مهمه جدا، وبعدين طبعا الجانب الاقتصادي الذي لن يدخل ولكن ايضا لن يستدرج الى ارقام مبالغ فيها. نعم. فكل شيء هيمشي بشكل باذن الله يطمن جماهيرنا، ولن يعرفوا ان القائمين على امر الكوره هم يعني اعلى ناس في مصر وفي نفس الوقت حريصين جدا على النجاح يعني. باشمهندس، بالنسبة لموضوع الصفقات أيضا نفس الأمر، النادي الأهلي هل هيتعاقد مع المراكز الصفقات اللي هو في احتياج ليها، ولا هيبقى موضوع التعاقدات من باب بقى إن أنا هجيب صفقات جديد بأسامي وفقط؟ يعني عايز أعرف من حضرتك. أنت جاوبت أهو، إحنا لسه قايلين هيبقى في ترشيحات وفي مدير فني هيبص وعلى أرض الواقع هيقدر يعرف هنضم من بره وعندنا
علاجات وعندنا ناشئين وعندنا ناس في اعراض، لازم الاول نبص على اكتفائنا، وبعد كده اذا كان في نقص مش موجود نقدر نجيبه الخارج. الخارج ده يا سوق محلي يا سوق خارجي. اذا كان في حد في السوق المحلي افضل من اللي عندنا مش هندخل ان احنا نجيبه. نعم. او هنلجا يا سوق خارجي. فمن فضلكم الموضوع محتاج نوع من الصبر ومش لوقت طويل باذن الله. طيب انا عايز كلمه من حضرتك لجمهور النادي الاهلي، لان حضرتك بيبقى ليك مردود كبير مع جماهير النادي الاهلي من الموسم الجديد، لان طبعا الجمهور دايما بيبقى حابب ان هو يطمئن على الفريق، وحابب يطمن على طريقه التعاقدات، وحاول يعني بيبقى حابب يطمن دايما على النادي الاهلي يا باشمهندس. انا اقول للجمهور اللي هو طول عمره سند النادي الاهلي، طول عمره يثق في النادي الاهلي، هو الجمهور الذي استمتع ببطولات وتقاليد وقيم وتاريخ ورموز وتبادل معه الثقه والحب. خليك على هذا المنوال، مفيش مانع انك تقلق، لكن قلق الواثق، قلق المتفوق اللي عايز يبقى الاول. باذن الله كلنا هنبقى عند حسن الظن، والاهلي دائما فوق الجميع وفي مقدمه باذن الله باذن الله. طيب باشمهندس عادلي، اخذ لحضرتك كده لرايك سريعا، هل تفاجأت من أي من الأسماء اللي تم استبعادها من قائمة منتخب مصر؟ لا لا لا، بالعكس. بالعكس. بالعكس كان في أسماء تانية يجب استبدالها بحاجات من المحليين، لكن خلاص اللي استبعدوا هم الأقرب إلى المنطق. بعضهم جديد طبعًا إن كان يلاقي فرصة، لكن خلاص هتعمل إيه؟ ما هو كان لازم تستبعد حد يعني. نعم، دي ده حال كرة القدم. يعني أنا رأيي إن كان يستطيع إنه يركز على هو يعني تشعر نظام الناس عشان يستبعده. نعم. يعني ما وربنا يرحمهم بقى، احنا مش وقت الكلام والنقد كتير، كل ما نتمناه الخير. اللي انا برضه ما زلت اضع التفاؤل على الاداء بتاع المعدن المصري اللي دايما يبقى ماشي عكس التيار. فاحنا دلوقتي مش كويسين، لا هنبقى كويسين في كاس العالم باذن الله. باذن الله. باشمهندس عادل القيعي، واحد من نجوم قناة النادي الأهلي، وأيضا مدير التعاقدات والمشرف العام على التعاقدات في النادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلينا أقول لحضرتك